مساكم الله بالخير. الحين الساعة 12 بالضبط. المطعم بروح له اسمه زويا هاوس، اسمه طقة، لكن على ماركات يعني. هني شوف المطعم الجبالي لو اسمه ثون، هذا هناك ماركة ثانية، عرفت شلون؟ لكن كلها محلات. هذا هو المطعم، المطعم هذا شكل كامل كرواسون عندكم، هذه يحط داخلها مثل ما تبون تشيز او شيء من هالسوالف هذه. مينيمم طلبت هذه شكشوكه، وهذا كرواسون يحطون داخلها يا جبن يا كاكاو يا بستاشيو. هذه حلو، وهذا ما ادري شنو يبون هي مع يبوني باجي القعدات. طبعا تقول لي وين يوسف وين حتصفط؟ توقف ما توقف هني، لا ما يصير، راح تكمل سيدك لهناك في مكتوب فالي، تصفط عنده وهو عادك ياخذ السياره ويقوم يصفطها. انا عاجبني ديكور المطعم وايد، بس عيب المكان ان السيرفس ترى لك عليه، يعني تقييم السيرفس 6.5 تقييم السيرفس، فمكان حلو لكن كسيرفس يعني. طبعا اليوم يمعة، فاحنا رايحين المسي يبعد عن المكان 3 دقائق مشي. حلو، فرايحين المسي ونكمل الجولة بعدين. طبعا هذا حوالين المكان، في كافيهات وفي شغلات مثل كذي، بس المكان يعني وايد راضي، عاجبني المكان. انا شوف المكان يعني فيه محلات، حتى محلاتهم كشخة يعني. خلنا نتمشى شوية، هذا بيع حلقوم سوالف هذي. طبعا انا مشي ترى، ما مشيت بالسياره كلش، كان كله مشي، حتى عندهم هاي العسل مشهور اسمه في اي بي. يعني في عندهم شغلات وايد، حتى عندهم القهوه هذه، هذا المحلي قبل عنده قبل شوي دخلته. كل شغل فرش لكم، الجوز المخلط هذا تين مشمش شيء، يعني شغل مرتب. طبعا الحين متجهين باذن الله الى صلاه الجمعه. طبعا المكان هذا كله فيه سوق، يعني قد خلص امورك فيه، وفي مجمع بعد، مجمع شلون ادليكم عليه. المهم انه هناك تحصلون سيدة يمين تحصلون. وصلنا المسجد، طبعا يبعد المسجد المطعم 3 دقائق، اللي بيس يصلي هذا هو المسجد. هذا الشارع طبعا، هني انت توقف وتصل السيارة، بعدها تروح المكان الثاني اللي تبيه يعني في بالك.
مساكم الله بخير يا كرام. ان شاء الله جولتنا من اسطنبول الى مدينه اغبه، فما راح اتكلم طول المده، بصور لكم الشارع لما نوصل، اقصد الطريق. يعني احنا باقي لنا الحين ساعه ونوصل ان شاء الله. يفتر عفوا القارب ويفتر فيك في صوب المطاعم وكذي على نهر أكفة كذي. هذا المكان كذي، هذا هو المكان بشكل عام. بس هذا قلنا نشرب شاي حلو على مي القارب خلال 20 دقيقة. شوف القارب وفلتر اللي هناك. يفتر فيكم بين سمك عادي. سلام عليكم. هذا عندكم هذا القارب بعد، وهذا كبير. قارب اليوم توهم اسمه مدينة حلوة. طبعا أنا الفيديو راح يكون سريع، ما راح يكون طويل، لكن حبيت أتصل لكم المكان اللي أنا فيه وشنو أبرز الأماكن أروح لها. ما بصور لكم فيديو طويل وشذي مثل بعض الفيديوهات ما تأخر،
يعني على قولتهم فيديو سريع مختصر عن مدينة أخفا بشكل كامل. هذه هي هذا أهم شيء، يركبون هني اليخت حلو، أو تركبون هذا الجدفون فيها وتقعدون المطاعم اللي تذي وتطل على النهر. هذا هذا في بشكل عام. طلبت لي شاي، هذا كهر الحين الواحد 200 ليرة. طفت الكاميرا قمت تصور بتليفون. بس وناسه وناسه المكان. طبعا الحين الساعة 3:15 شوي في شمس، بس ماكو شمس. يعني شلون اقول لكم، يعني عرفت الشمس تكون خفيفة كذي. البيت حلو ولا بس صراحة المكان يستحق التجربة. مكان حلو. لازم تعشق يا ما تعرف تعشق. هذا خش مطعم بعد والله. هذا المطعم فيه مطعم حلو. طبيعة هناك، طبعا المكان يسكر هناك على ما اعتقد. عطها دعسة عطها دعسة. ايوه عطها عطها عطها. الرجال يقول بروبلم، كان مشتغل يا معود. قبل شوي علق لما رجع قري علق.
3:30 تقريبا، يعني الجو ذي تعدل 3:30 ترى. يعني انا ليش اقول لكم ساعة كم عشان تكون هالحزة هذه، يكون الشمس طايحة حلو وتيون منها عشان يعني يكون الجو زين وانتم جايين. اي اخاكم بالكرة هذه قطعه. وانا خايف لين يقوم يسوي شيء هذا. هذا الكابتن اقوى كابتن في العالم حق المهمات الصعبة. طبعا انا الحين في منطقة اخفة، بعدها بنسكن في بولو، ومن بولو احنا نسكن في سامسون الى طرابزون. وكذي انتهت جولتنا بالقائب. طبعا هم مدتها نص ساعة حلو. انا ما ادري كم طلعنا الساعة كم، شنو كانت 3 والله اعلم، في 3 وشي يعني يقول الساعة الحين. بس نصوت هني وننزل وتكون خلصت جولتنا من هني. هذا كله يعيننا على النزلة. أنا شوي تأخر عني، لازم يجي ريال يقوم يربطها بالحبل. انتهت الجولة يا أختنا، انتهت الجولة. طبعا المكان في تأجير باقيات هناك، في بعد مثل ما تشوفون. طبعا الباركنج احنا فيه تدفع 50 ليرة عشان تصفطها حلو. وبعدها تأجر القالب كذي. هني طريقنا إلى منطقة كوزديجيلاك اسمها، توقع اسمها كذي.